السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من وعيكم. مشاهدينا الكرام، مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمتحور على حد سواء، تسعى الحكومة العراقية للحصول على لقاح ضد الفيروس من مناشئ متعددة وبأسرع وقت ممكن. العراقيون اليوم ينتظرون بفارغ الصبر وصول أول دفعة من لقاح كورونا، خصوصا مع الارتفاع الحاصل بالإصابات اليومية بالوباء وتسجيل الصحة العراقية مئات الإصابات بالسلالة الجديدة. على صعيد متصل مشاهدينا الكرام، أجلت وزارة التربية امتحانات نصف السنة إلى إشعار آخر بناء على توصيات اللجنة الوطنية العليا للسلامة الوطنية، فيما تنتظر أن تخف الإصابات لتقرير ما الذي سوف تقوم بفعله إزاء ذلك. مشاهدينا الكرام، عن هذه المواضيع سيكون لنا حوار مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد كامل عضو فريق تعزيز الصحة والتربوية، نغم عبد الجبار ناصر. طبعا مشاهدينا الكرام أرحب بكم، ومشاهدينا الكرام لنا عودة من جديد لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة عند الأطفال بالسلالة الجديدة ولا سيما الأطفال الرضع، وزارة الصحة أكدت أن الفحوص تجرى على الأعمار المختلفة بمن فيها كبار السن فما دون، إذ تبين أن نقلهم للفيروس يكون بشكل أسرع للوباء بين الأسر. هناك نسبة كبيرة من الأطفال مسجلة بالإصابات، وفعلا هناك مجموعة أيضا من الأطفال موجودة في المؤسسات الصحية. فرقنا الصحية تقوم بعمليات تحري الوبائي في أغلب المناطق ولا سيما في المناطق التي تؤشر بها الإصابات العالية. ما زال اليوم المنحنى الوبائي في شكل خطي، بتزايد خطي، وهذا مؤشر خطير. لولا هذا الغلق اللي صار لكانت الإصابات بالعراق تجاوزت أضعاف الأعداد اللي تسجل يوميا. المؤسسات الصحية من جانبها بدأت باتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية التي ظهرت أغلبها في بعض المدارس التي تجاوزت تعليمات الحظر حسب ما أكدته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. مثل ما لاحظنا أنه هناك العديد من الإصابات في على مستويات الأطفال، أصبح الأطفال هم يصابون بالمرض، سجلنا العديد، كذلك حتى في الإضهاد حديث الولادة سجلنا العديد من الإصابات. وما زالت الفرق الصحية تنتشر في المناطق المكتظة بالمواطنين بشكل عشوائي لتقليل الإصابات عبر إجراء المسح الميداني. تأكيدات وزارة الصحة، كل الفئات العمرية يجب أن تخضع إلى المسح والفحص الشامل للتغلب على فيروس كورونا وتقديم العلاج قبل تغلب الفيروس على المواطنين. من داخل مدينة الطب في بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. الإصابات زادت هواية، لازم نلتزم بالوقاية. الوقاية أسلم حل إلك وإلي. حتى الحياة ما تتوقف مرة ثانية، شنو بيدنا؟ نلتزم بالتعليمات، بالكمامة والتباعد والتعقيم، نرجعها صفر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه عودة لضيوفي في الاستوديو، دكتور محمد كامل عضو الفريق الطبي لوزارة الصحة، والدكتورة أو التربوية عفوا التربوية نغم عبد الجبار ناصر، نورتونا. البداية وياك دكتور محمد، طبعا كما هو معلوم أنه بداية شهر آذار ستصل أولى الوجبات الخاصة بلقاح كورونا، ما طبيعة التحضيرات اللوجستية والفنية لهذا الموضوع؟ تحية لحضرتك والضيفة والمشاهدين الكرام. اللقاحات إن شاء الله مثل ما صرحت وزارة الصحة في نهاية شهر شباط وبداية آذار هي راح يكون موعد وصولها، وهو حقيقة هسه صار تقريبا بشكل نهائي هو رسميا الأول من آذار. نعم إن شاء الله هو صار هذا الموعد. اللقاح اللي راح يوصل تقريبا أول واحد لقاح سينوفارم. بالنسبة للقاح سينوفارم وأسترازينيكا، التحضيرات يعني الاحتياجات اللي يحتاجها اللقاح عند الوصول مثلا سلسلة تبريد وغيرها تكون أقل، الإجراءات أقل يعني الضرورة مالتها من عن اللقاح فايزر
البايونتك الأمريكي الألماني، لأن لقاح فايزر يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا، ولكن لقاح سينوفارم ولقاح أسترازينيكا راح تكون درجات الحرارة اللي يحتاجها هي يعني مو منخفضة جدا مثل لقاح فايزر، فممكن يكون النقل والحفظ أسهل. وزارة الصحة أكملت كل استعداداتها حتى بخصوص فايزر اللي هو أصعب من سينوفارم وأسترازينيكا من ناحية الخزن والنقل، حتى لقاح فايزر يعني وزارة الصحة أكملت سلسلة التبريد وحددت المراكز وأماكن إعطاء اللقاح. نعم دكتور محمد، أنتقل للست نغم عبد الجبار، دكتورة أو العفو التربوية. طبعا حصل إرباك بسبب تأجيل الامتحانات، امتحانات نصف السنة. ماذا عن الموقف بشأن عودة الدوام، عودة الامتحانات؟ هو حاليا الإرباك صار بسبب حالتين. أول شيء كان موعد أولي لامتحانات نصف السنة اللي هو 6/2، نعم. بعدها تأجل إلى 20/2، بعدها صار هذا التأجيل بسبب الموقف الوبائي. احنا بالنسبة لنا يعني كل الأشياء اللي نسمعها والأشياء اللي تنزل إنه امتحانات نصف السنة لازم تجري حضوريا، يعني ننتظر ايش وقت ما خلية الأزمة تنطي موافقة لوزارة التربية، ويكون طبعا بترتيب بإجراءات وقاية بأعداد محددة، راح يكون هو هذا امتحانات نص السنة يعني راح تصير ضروري، يعني ما أعتقد أنه تلغي أصلا. فإحنا على تواصل ويا التلاميذ وعلى التواصل ويا أولياء أمورهم نراجع المادة اللي أخذناها. إحنا بالنسبة لنا كإجراءات إدارية كل شيء محضرين لامتحان نص السنة، ننتظر فقط إشارة وزارة التربية. أكيد يعني الموضوع مناط بلجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وأكيد وزارة التربية. أرجع دكتور محمد، دكتور يعني مثل ما شفنا بالتقرير أنه تقريبا الكل غير مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا مع إصابة أو تسجيل الكثير من حالات الإصابة بين الأطفال، يعني تعليلكم الموضوع أو تعليقكم. الإصابات بالفيروس الجديد أو المتحور الجديد زادت نسبتها عن خلال فترة قصيرة عن الإصابات اللي تسجلت بالفيروس القديم أو المتحور القديم. السبب بها أنه الفيروس عنده قابلية، المتحور الجديد بعد أن تغير صار تغيير بالتركيب الجيني لهذا الفيروس، فاكتسب قابلية على أن تكون عنده سرعة انتشار أعلى. هذه الصفة اللي اكتسبها زادت أعداد الإصابات، يعني مثل ما لاحظت حضراتكم خلال تقريبا أسبوعين ثلاثة وصلت بالآلاف، 4000 و3000 وردت، يعني صعدت 3800 رجعت 4000. هذه الأرقام ما كانت موجودة في بداية الإصابات في العام السابق بالموجة الأولى. الموجة الثانية بدت يعني متسارعة، تسارعها أكثر. نعم. هذه الأعداد الكبيرة كان من ضمنها إصابات أطفال أيضا. تسارعت أعداد الإصابات الأطفال أكثر من الموجة يعني الأولى. يعني نقدر نقول إنه الفيروس المتحور يستهدف الأطفال بشكل أكبر، السرعة الأكبر. نعم. عن المتحور الفيروس القديم وإصابات الأطفال، هو هذا اللي سبب خوف وحذر في نفس الوقت على أرواح الأطفال في المدارس ويعني على مستوى يعني التربية، فما أدى إلى رفع التوصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في تحديد تجمعات الطلاب ومحاولة عدم الموافقة على هكذا. نعم. تجمعات، لأن لا سامح الله أي إصابة راح تكون ممكن بكل بساطة أنه تزيد يعني أعداد الإصابات بين الأطفال وتسبب انتشار سريع بينهم. نعم لا سامح الله. أرجع للست نغم. ست، يعني كما هو معلوم أنه الدوام الآن معلق. نعم. خلال فترة الحظرين الجزئي والشامل. طيب ماذا عن المواد الدراسية؟ ست، إحنا بالنسبة أن من الجائحة الفترة السابقة صارت عندنا خبرة شوية بالمجال التواصل الإلكتروني ويا الطلاب. نعم. فقبل كنا ننزل فيديوهات على الواتساب وكذا ومجموعات، حاليا كل معلم عنده قناة وكل معلم يقدر يتواصل ويا طلابه على التليجرام. بما انه التربية سوت دوام الادارة 50% ودوام المعلمين 25%، نعم. احنا قررنا المعلمين اللي يحضرون اكو برامج تواصل مباشر ويا التلاميذ. التلميذ يقعد على الموبايل من 9 إلى 12 كأنه ما حاضر بالدوام، نفتح كاميرا احنا وياه عن طريق برنامج جوجل ميت، طبعا هاي باستشارة ومساعدة اولياء الامور. نعم. انه هذا البرنامج فعلا برنامج سهل الاستخدام وسهل بالتواصل،
وكأنما الطفل قاعد بالصف. هذا الإجراء يعني إحنا هسه اللي دا نتخذه. طبعاً هو شنو المشروع؟ يراد له شوية بس تكاتف وتعاون بين أولياء الأمور وإدارات المدارس حتى نعبر هذه الفترة. نعم. أرجع الدكتور محمد وموضوع اللقاحات. دكتور يعني تعتقد أنه الكميات اللي ستستورد للعراق هل هي كافية للمواطنين؟ هل هي كافية لسد يعني أو لتغطية أكبر عدد من المواطنين؟ الهدف من توزيع اللقاح هو يعني ماكو دولة بالعالم راح تقدر توفر اللقاح لكل أعداد سكانها. نعم. ولكن الدول شو تريد من توزيع اللقاح؟ وين تريد توصل؟ اللي تريد توصله هو تقريبا أن تكون هناك مناعة ل 70% من المجتمع فما فوق، يعني 70 80 بعد أفضل، ولكن أقل شيء هو أن يكون 70% من المجتمع عنده مناعة ضد الفيروس، على مود تقدر الدول تقلل الإجراءات، لبس الكمامات، التباعد الاجتماعي، تقييد السفر، يعني الحركة، حظر التجوال، كلها تبدي تقللها. شلون يتحقق هذا 70% فما فوق من المناعة؟ تتحقق عن طريقين. الأول هو كثير من الأشخاص بالدول أصيبوا بالفيروس فصارت عندهم مناعة، أصبحت أصلا عندها مناعة. الجزء الثاني راح يأخذون اللقاح فتتكون أيضا عندهم مناعة، فراح تكون المناعة أما من أشخاص أصلا قد أصيبوا فكانت عندهم مناعة، ونتائج التحاليل أثبتت اللي هو هسه كثير المواطنين يعني يعرفوها، يسووها الـ IgM والـ IgG وغيرها. نعم. يعرف أنه بعد ما أصيب وتشافى يشوف أنه صارت عنده مناعة عالية وموجودة بأوراق وتحاليل ونتائج رسمية، وقسم بيهم راح يأخذون اللقاح. فإذا قدرت أي دولة مو فقط العراق الوصول إلى 70% أو 80% من مناعة المجتمع الناتجة إما عن الإصابة أو اللقاح راح يكون هذا الشيء وضع تحت السيطرة. دكتور محمد والست نغم عبد الجبار، طبعا نذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة من جديد. مشاهدينا الكرام تفضلوا بالبقاء معنا. من أجل حمايتك وحماية الآخرين اتبع التعليمات الوقائية واقطع الطريق على تفشي المرض. الطواقم الطبية في الخط الأول لصد كورونا، فتعاون معها وقدر جهادهم. هذا احرص على سلامتك وسلامة الآخرين وأنت في محل التسوق، فالوقاية واجب الجميع. تعقيم يديك قبل الدخول إلى محل التسوق، حاول أن تبقى على مسافة من المتبضعين وكذا الموظفون في نهاية عملية التسوق. إبعاد الأيدي عن الفم والأنف والعينين بعد أي تعامل مع العملات الورقية. باتباعك الإرشادات والتوصيات تساهم بأمن مدينتك والقضاء على العدوى والوباء. من جديد نحييكم مشاهدينا الكرام، وهذه عودة لضيوفي في الاستوديو الدكتور محمد كامل عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، والتربوية ست نغم عبد الجبار ناصر. العودة وياك ست نغم. برأيك اكو قرارات ممكن يعني ترجع الدوام خلال فترة الحظر الجزئي خصوصا للمراحل المنتهية؟ اعتقد يعني احنا بالنسبة ان كل احنا ما نقدر نخمن هذا الشيء، هذا مرتبط بوزارة الصحة. نعم. وبتعليمات خلية الأزمة. نعم. لكن المراحل المنتهية تدرين أعدادهم محدودة، يعني مو مثل ما دوام مدرسة كاملة. نعم. فما أعرف إذا إجراءات وقاية نشدد عليها، وخصوصا هسا احنا دا نشوف أكو لجان طبية ومفارز، يعني الوقاية ما شاء الله صارت أكثر من قبل بهواية. احنا لو ما متخذين هذا الأسلوب من البداية والتجديد هذا من البداية يمكن ما وصلنا لهاي المرحلة من تفشي العدوى. نعم. زين، فان شاء الله بالتجديد نقدر نخلي بس المراحل المنتهيه يداومون، لانه دوامهم ضروري. هم فقدوا العام السابق، تعرفين صار عندهم فجوه تعليميه مو قليله. العام السابق كان تاهيلهم على قدر امتحان نص السنه، فعندنا خسره وخسره ونص سنه من العام، وبدايه السنه هذه مراحل هوايه شالوا الماده اللي درسوها بالبدايه، فصول اللغه من بدايه المنهج، فايش صار عندهم؟ صار عندهم يعني ارباك كلش قوي. فالمراحل المنتهية محتاجة دوام، لكن أكيد الصحة قبل الدوام والسلامة أولي. قبل الدوام. نعم. فإن شاء الله يعني نتوقع أنه قرارات خلية الأزمة وقرارات وزارة التربية أكيد هي تنظر لمصلحة الطالب العلمية قبل مبدأ النجاح،
احنا المهم علمية الطالب ومستواه العلمي قبل النجاح. يعني هسه ما النجاح صار تحصيل حاصل بثلاث ادوار واضافة درجات وكذا مو مشكلة، لكن المشكلة هي المستوى العلمي للطالب. فأكيد هذا الشيء راح يكون، يعني نتمنى يكون ببالهم انهم محافظة على المستوى العلمي للطالب. نعم، أرجع لك دكتور محمد. دكتور، كما هو معلوم وكما أعلنت وزارة الصحة أنه راح تعتمد ثلاث لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني وفايزر الأمريكي. برأيك يعني أو حسب معلوماتك كيف ستوزع هذه اللقاحات؟ يعني هل هو تخيير، قرعة، تخصيص؟ يعني شلون راح تحدد الوزارة كل مواطن أو كل فئة تحتاج هذا النوع من اللقاح؟ اللقاح سوف يكون أول الفئات المشمولة به. نعم. هي الفئات اللي تكون أكثر عرضة للإصابة. نعم. لتحقيق مبدأ الحماية، فأكثر فئات عرضة للإصابة هي كوادر وزارة الصحة. بالنسبة للأنواع هناك ثلاث أنواع من اللقاح. نعم، ما راح يفرق. ما راح يفرق. هو أي لقاح راح يوصل راح تكون هي الجهة اللي تستلمه، الجهة اللي راح تكون هي كوادر وزارة الصحة باعتبارهم أكثر تعامل مع المصابين سواء كان في المستشفيات أو في المراكز الصحية، فهم أكثر عرضة للإصابة وبعدين ينقلون الإصابة لعوائلهم. نعم. وهذا ما حصل بالموجة السابقة، ولهذا السبب راح يكونون هم المستهدفين في توزيع اللقاح ضمن الوجبة الأولى. وأيضا كوادر القوات الأمنية باعتبارهم أيضا هم بتماس مع المواطنين دائما، وأصحاب الأمراض المزمنة باعتبار أنه أي إصابة لهم راح تكون يعني قد تودي بمضاعفات كبيرة جدا للأشخاص. أما بالنسبة للقاح، هو أي جهة راح تكون وصولها أقرب إلى العراق مثلا سينوفارم أو أسترازينيكا أو فايزر، هو راح يبدأ التوزيع على هاي الفئات. نعم. أول فئات راح تكون كوادر وزارة الصحة. وبالنسبة لحضرتك، اختياري أو إجباري؟ هو لا، اختياري ومجاني. نعم. هي نقطتين كلش مهمات، هو سوف يكون اختياريا ومجانيا. نعم. أرجع لست نغم. ست نغم، ما استعدادات وزارة التربية لإكمال العام الدراسي؟ ما إمكانية يعني أن تستعيد الدراسة وضعها الطبيعي؟ أنتوا كمدارس وخصوصا حضرتك أعتقد مديرة مدرسة. نعم. نعم، معلوماتك بهذا الموضوع. الحقيقة إحنا بالنسبة أن من بداية تفشي الوباء إحنا أخذنا إجراءات صحية. أول شيء العدد المحدود حددته وزارة التربية للتلاميذ داخل الصف. ثانياً ارتداء الكمامات للطلاب وللمعلمات، أجهزة تعقيم وتعفير بداية باب كل مدرسة، معقمات، يعني احنا ماخذين الإجراءات الصحية. لكن يعني حتى الإصابات اللي صارت بالمدارس يعني إذا شوفيها مقارنة بباقي القطاعات أعتقد أقل بالنسبة للعدد. نعم. يعني مثلاً لو 1000 طالب يمكن أقل من 1000 واحد ماشيين بسوق أو بسفرة أو كذا. هي كان يعني الانفتاح كان ما بي أي وقاية، وهو هذا الغلط اللي انعكس بعدين علينا كل إحنا. يعني حسب كلامك أنه المدارس حافظت على التباعد الاجتماعي، يعني حققت هذا الموضوع؟ جداً، إحنا حافظنا، يعني إحنا كمدارس وكتواصل بيناتنا وكجروبات وكمشرفين وكمتابعة من التربية جدا حافظنا على موضوع الحماية والتباعد، حتى بأعداد الطلاب داخل السيارة الخط الصوري نتابعهم لهالمرحلة. طيب هذا من جانب التوعية والمحافظة. نعم. على سلامة الطلاب. طيب من الجانب العلمي، من الجانب العلمي كيف يعني يتم ضخ المواد الدراسية وبالتالي تعاون الأهالي؟ من الجانب العلمي احنا عندنا دروس الأونلاين، يعني نعم. اللي هي هذه البديل اللي نعتبرها حاليا، بقى ندرس انه موضوع الاونلاين شلون يكون فعلا فعال، هو هاي النقطه المهمه. نعم. شلون يكون فعال؟ هل التواصل فيس تو فيس ويا المعلمه، يعني عن طريق قلت لك الجوجل ميت او اف سي سي، اكو برامج هوايه تفتح كاميرا، او عن طريق الفيديوهات. وكذلك عندنا تلفزيون التربوي، عندنا قنوات كثيرة على اليوتيوب اللي هي من خلالها المدرسين، فهي بس متابعة شوية أولياء الأمور وتعاونهم ويا إدارات المدارس نقدر نعدي هذه الأزمة بمستوى مقبول. نعم. أرجع لك دكتور محمد، البعض من المواطنين يعتقد أن اللقاح تأخر كثيرا، يعني حتى يعني وصول العراق مؤمل، يعني من المؤمل أن يكون في بداية شهر 3 اللقاح فعلا تأخر، لو انه هذا مجرد يعني هذه مجرد اقاويل او انه هذا طبيعه يعني الموضوع. الموضوع له ابعاد كبيره. نعم. هو مو تاخر قدر ما هو او يعني هناك دول قدمت على
يعني حجوزات على جرعات لشعوبها. طبعا العراق هو كان في مقدمة هذه الدول اللي طلب دفعة أو عدد من اللقاحات. الشركات وكانت أول شركة تم الاعتراف بها عالميا بهذا اللقاح هي شركة فايزر، تواصل وياها العراق على أنه يأخذ عدد من الجرعات. الشركات البقية تأخرت. اللي صار أنه شركة فايزر صارت أزمة في بريطانيا، فبريطانيا وافقت على استيراد اللقاح حتى قبل أن تحصل بأي موافقة. بالعراق احنا ما يكون الاستيراد أي لقاح إلا بعد أن يحصل على موافقات رسمية ويحصل على شهادات تداول بين العالم، يعني مثلا شهادة تداول بدول الاتحاد الأوروبي، وكالة الدواء الأمريكية، ولازم توافق عليها الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية بها كبار الاستشاريين. هذه الإجراءات تنتظر أنه شو رح يكون فعاليته على عشرات آلاف الأشخاص. بعض الدول مثل بريطانيا استغنت عن هاي النقطة، قالت يعني بدون شهادات تداول احنا نوافق عليه، بدون ما تجربوا احنا ناخذه مباشرة. طبعا بالعراق ما تقدر تخاطر مثل هيك مخاطرة، يعني لقاح ما مجرب تجي تجيبه مباشرة على المواطنين. فكانت بريطانيا هي من أوائل الدول وغيرها من الدول اللي وافقت. بعض الدول مثل سينوفارم أيضا وافقت على أن يتم تجربة اللقاح على أبناء شعبها وطوب عشرات الآلاف. فهذه الدول تكون لها أولويات قبل العراق. إحنا يعني صعب أنه توافق أنه أجيب اللقاح وأجي أجربه على أبناء الشعب، ما نقدر، هذا الشيء غير متاح يعني في العراق. فهذه الدول اللي وافقت على أن يجرى اللقاح على أبناء شعوبها طبعا راح تكون لها أولوية بشراء اللقاح. إحنا لا، يعني الإجراءاتنا إلا يتم الموافقة عليه وإلا يجرب على أبناء هذه الشعوب ونشوفها صار فعالية زينة يلا يجي. وبالتالي هذا يعني إحنا يعني شوية صار أكو وقت تأخير، ولكن في نفس الوقت إحنا مطمئنين أنه تم تجربته على عدد من الدول حتى الشرق الأوسط، أخذته كثير من دول العالم، مئات الآلاف من الأشخاص اليوم وصلوا بالملايين وأثبت فعاليته. واضح دكتور. أرجع لك ست نغم، يعني باختصار يعني جاوبين على موضوع خطة وزارة التربية للخروج من هذه الأزمة في حال استمر الوضع لا سمح الله. الحقيقة الخطة هي أنه نستمر بالتدريس، نستمر بالتدريس الإلكتروني. يعني راح نبدي هسه ننطي المواد اللي بعد امتحان نصف السنة اللي المفروض ناخذها بعد امتحان نصف السنة. يوم عن يوم يعني عدد المستفيدين من الدروس الإلكترونية جاي يزيد. فالخطة وزارة التربية أنه تواصلوا مع التلاميذ تواصل إلكتروني ومشوا المادة إلكترونيا. نعم. شكرا جزيلا ست نغم عبد الجبار ناصر التربوية، نورتينا في حلقة اليوم، وشكرا جزيلا للدكتور محمد كامل عضو الفريق الإعلامي الطبي لوزارة الصحة. شكرا جزيلا، نورتونا حلقة. وشكر لكم مشاهدينا الكرام. في الختام نقول القارب الذي يسعنا جميعا لا يمكن أن نفرط به، لذلك علينا أن نثق بالقبطان وأن نتبع إرشاداته، وإذا أردنا أن نحافظ على الحياة يجب أن نستمع إلى إرشادات الطبيب. كذلك إذا أردنا أن نعبر هذه الجائحة علينا أن نلتزم بالإجراءات الوقائية لنكون بمأمن من الوباء. سلامنا الله وإياكم من الوباء ومن شره. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.